بقيادة مدرب غوارديولا. وفي الجهة المقابلة ماوريسيو بوكي رياض محرز الذي عوض برناردو سيلفا المصاب. الكرة الأولى والخطيرة، أول كرة من دافيد سيلفا، الرفع الرائع حكم المباراة فيها وسيبحث عن المراوغة. زوج لاعبين أمامه، رياض مازال رياض ولا في أول ركنية للمان سيتي. رياض ينفذ كرة القائمة الأول والدفاع طريق سيسوكو. الكرة الأولى لتوتنهام، شكل رائع رحيم وحده رياض يا رحيم. شوف الاول، قول انا يا داني روسا، يا داني روس، ضربت في يدك وتغير الاتجاه يا سيدي الحكم، واضحة. يبقى تقديرك هنا ضرب الجزاء ستكون كارثية على الام. يستعيد اقوارا، بابا 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 ضيعها. أول حارس مرمى يصد ضربة جزاء هنا في ملعب توتنهام هوتسبور ستاديوم، ضيعها أغويرو وأنقذها الحارس. يقول له فريق توتنهام يلعب، يقول له قول لا لا أغويرو. رياض استلمها، رياض راح، رياض دخل، رياض والحكم يقول ضربة مرمى يا رياض من أمام داني روس. لو تضرب عليه أمريك مازال، لابورت محاصر وجايدي عليه معاه، وأمريك لابورت نعطيك البطاقة على الاحتجاج مش على الخطأ، يعني نعطيك البطاقة على الاحتجاج. تريبيير مرة ثانية في التوزيع، الكرة الخطيرة ولا لا وين بحرس، خلى الكرة لجوندوغان. تمندي في القائمة الثانية وحدك في كرة الحكم. هنالك تريبيير تتألم طبعا، شد أم تمزق بالنسبة لتريبيير الذي قد يغادر في هذه اللحظات. هاي الكرة من زاوية أخرى من رحيم ستيرلينغ للمسها، يلعب ممتازة مع ديلي علي. الحكم يقول خطأ لصالح هاري كين بعد هذا التدخل من نيكولاس أوتاميندي. عندك بطاقة صفراء من قبل يا نيكولاس، هاي الإعادة هنا. انطلق رحيم على الجهة اليسرى، رحيم تريبيير رائع رائع الكرة. أغويرو ورياض، أغويرو يسدد كرة بعيدة، أغويرو يسدد كرة بيمناه بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى. يلعب تحت ضغط كبير أغويرو لأنه ضيع ضربة جزاء كبيرة، أغويرو لأنه ضيع ضربة جزاء. يتفوق عليه أوتاميندي ويتفوق كذلك فرناندينيو، والحكم يقول خطأ لصالح توتنهام. ووكر يبحث عن أغويرو ورياض، الكرة البعيدة من ووكر على البحثين عن الألقاب. الكرة من وينكس والتغطية الدفاعية إريكسن، الكرة الرائعة من إريكسن. تريبيير رياض وأغويرو، أغويرو ورياض، أغويرو ممتازة لسون، سون وإيدرسون. بداية قوية في الخمس دقائق الأولى من عمر هذا الشوط الثاني من المباراة. ماهوش متسلل رحيم من أمام وينكس وكذلك تريبيير. هاري كين رائعة رائعة، رائعة من هاري كين في القائمة الثانية. وإيدرسون من أمام ديلي ألي وكذلك مدافع. وشوف هنا الخروج الرائع من إيدرسون ورائعة. لوكاس مورا يتوغل، لوكاس مورا والتوزيعة يلحق عليها إيدرسون. ووكر رياض الدفاع، بابا رحيم، رحيم بابا بابا خطير. رحيم انطلق، رحيم أربع لاعبين، رحيم مازال، رحيم محاصر. داني روس انطلق على الجهة اليسرى، توزيع الأرضية، البحث عن لوكاس مورا، تسترجع من غوندوغان. يا غوندوغان، ديلي ألي، ديلي ألي، ديلي ألي، ديلي ألي، يبحث عن جابرييل، استلمها جيسوس، 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 وضع التسلل. محرز يدخل باليمنى يبحث عن توزيع، محرز يوزع كرة في القائمة الثانية، وصلت لدافيد ووينكس. رياض يحب المرور، رياض يوزع كرة خطيرة، جابرييل، جابرييل. rate son contrôle et ce ballon n'est pas entièrement sorti. Sol qu'assiste! Oh, qu'il a bien fait d'assister! Son sensationnel!
Le moment tant attendu par tous les supporters, les Spurs. Libéré. Ça joue pour célébrer le point.